بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت قد شرحت في درس سابق طرق الربح من الانترنت. الآن الموضوع الأهم والذي يسألني عليه أغلب الأخوة الذين يتواصلون معي على الفيسبوك بشأنه، يقولون لي كيف أربح من الانترنت بشكل سريع، كيف أجني دخلا شهريا، كيف أصبح مثلك. الأمر بسيط جدا إن شاء الله، ولكن الصبر مطلوب. ونصيحتي لك أخي الكريم، بدلا من أن تضيع وقتك في الحصول على RDP ظنا منك أنه سيجني لك مالا وفيرا، أو أن تتردد على المواقع التي تعطيك سنتات قليلة، مواقع الضغط على الإعلان وهذه الأمور، هذا كله لن يعني مضيع على الوقت لا أكثر، ولن تجني منه شيئا، ولن تحقق مشروعا ناجحا، ولن تكمل طريقك في الربح من الانترنت. غايتي أخي الكريم هي مساعدتك، والرزق على الله، ولن يكلفني ذلك شيئا. أنا واجبي تقديم المعلومة الصحيحة، والبعض على الانترنت يريك إثباتات دفع المواقع التي تدفع له، ولكنه يخفي الطريقة كيف يكسب بشكل سريع. وفي هذا الدرس لن أحكي أسرارا، فالأمر ليس سرا ولا يخفى على أحد، وإنما هو توجيه. وأود أن أشير إلى أمر معين ومهم جدا، حاول من أجل المستقبل طبعا إنشاء صفحة على الفيسبوك، إنشاء صفحة أو مجموعة على الفيسبوك بالمجال الذي ترغب به، وذلك من أجل الترويج لمشروعك، من أجل أن تصنع لنفسك منبر إعلامي يجلب لك الزوار ويجلب لك العملاء. واضح أخي الكريم؟ نبدأ الآن موضوعنا، هو كيف تربح $50 شهريا. الآن كيف أستطيع أن أحقق $50، $40، $30 شهريا بعيدا عن أدنسس؟ أنا لا أتحدث عن أدنسس، دون أدنسس، ما عدا أدنسس، كيف أؤسس أو أضع اللبنة الأولى في رحلة الربح من الانترنت؟ الموضوع إن شاء الله سهل، تابعني لآخر الدرس وابقى معي واسمع كلامي. أسرع طريقة تحصل بها على المال عن طريق شركات الإعلان التي تقوم بتركيب إعلاناتها على موقعك. ستقول لي أنا لا أمتلك موقع ولا أعرف كتابة المقالات، ومن أين أحصل على الزوار؟ أقول لك هناك مدونات تسمى مدونات بلوجر، وهي مدونات مجانية. إذا أستطيع مجانا أن أصنع موقعا، أنا أمتلك موقعين، مدونة، هذه هي مدونة مجانية على بلوجر، وأمتلك موقعي هذا شارد.net.com الذي اشتريته منذ فترة وجيزة. تعلمون كلكم أني أنا أسست القناة منذ سنة تقريبا، ولكن الموقع لم يظهر إلا من فترة 3 أو 4 أشهر فقط، وزوار على موقعي لا، يعني ما عندي زوار كثيرين على موقعي، أنا معتمد كليا على القناة على اليوتيوب. ولكن إن شاء الله سأبدأ بالاعتماد على الموقع وعلى المدونة تحديدا، مدونة بلوجر، سأعمل على مدونة بلوجر تحديدا، وسأقوم بإلغاء هذا الموقع بعد فترة من الزمن. سأريكم آخر مبلغ حصلت عليه، طبعا لا أتحدث عن أدنسس، أنا آخر مبلغ حصلت عليه كان $35 من فترة قبل يومين من شركة ريفينيو هيتس. طبعا كيف فعلت ذلك؟ عن طريق، إذا كما قلت لكم، عن طريق الإعلانات الخاصة بالشركة. اشتركت في شركة الإعلانات وأخذت أكواد وإعلاناتها ووضعتها في موقعي. كل زائر يرى الإعلانات أكسب من خلاله المال. نعود إلى موضوعنا. البعض منكم سيقول لي كيف أكتب المقالات؟ أخي الكريم، أنا سأعطيك 2000 مقالة تضعهم في مدونتك المجانية بكبسة زر واحدة. طيب كيف سأحصل على الزوار؟ ببساطة، إذا أردت تقديم محتوى هادف تستطيع أن تبدأ مشروعك من الآن. إذا أردت تقديم محتوى هادف فاجتهد وأنشئ صفحة على الفيسبوك وابني جمهورك بنفسك، وستكون أكثر فاعلية في المستقبل مع مرور الوقت. أو تستطيع جلب الزوار
عن طريق مواقع ترافيك، مواقع تبادل الزيارات، وأفضل الموقعين إلى الآن أنا أستخدمهما أستخدم أوتي هيتس أوتو هيتس أو موقع تينكي هيتس، هذا هو. كما تلاحظون هذا هو، وهذا موقعي الذي وضعته فيه. لاحظوا يوميا تقريبا أحصل على 400 أو 500 زائر طبعا، وأنا قادر على يعني الحصول على 2000 أو 3000 زائر يوميا، ولكن أنا لا أريد صراحة، يعني عندي خطة أعمل فيها لنفسي، ولكن أنتم براحتكم تستطيع أن تجتهد وتحصل على 3000 زائر يوميا من هذا الموقع، وكلهم يعني كل زائر يأتي تأخذ عليه المال من هذه الشركات، واضح؟ أما شبكات الإعلان فعليك الاختيار شركات الإعلان التي تدفع بشكل جيد. هناك نوعين من الشركات، شركة ريفينيو هيتس لو كل يوم نصف دولار أو دولار، فأنا في آخر الشهر سأجني سأحصل على يعني بين 20 و 25 دولار. وأيضا أنا كما تعلمون أركب إعلانات تابعة لملوى أدس، وأحصل عليها يعني أحصل منها بتقريبا حوالي 10 دولار شهريا، إذا يصبح المبلغ كاملا 50 دولار، كما قلت لكم ما عدا أدنسس. فإذا أردت يعني إذا أردت الحصول على مدفوعاتك كل 30 يوم، إذا كنت تريد شحن رصيدك في بايبال فعليك باستخدام أو بايونير فعليك باستخدام هذه الشركة ريفينيو هيتس. أما إذا كنت تريد مدفوعاتك بشكل يومي وبالبيتكوين فعليك اختيار إحدى المواقع التالية، ميلوا أدز، وعندي يو أدز، وعندي أيضا إي أدز. هذه شركات تدفع بالبيتكوين، شركات تدفع بالبيتكوين. رأيتم المبلغ الذي حصلت عليه قبل يومين. الآن طيب بعد حصولي على المبلغ كيف سأبدأ مشروعي؟ أنا سأساعدك في دروس قادمة في التفكير في كيفية توظيف هذا المال لتكمل مشوارك في رحلة الربح من الإنترنت، وستكون إن شاء الله أكثر فاعلية معنا. أتمنى منك الاشتراك بالقناة، إن شاء الله سأخبرك بأفكار ناجحة وناجعة في تحقيق دخل شهري مرموق بالنسبة لك إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.